انتو مجانين؟ انتو حيوانات؟ قولوا شو بدكن مني؟ شو؟ شو كتير وجعوك يا ابن حمدي الأعرج؟ شو بدك مني؟ شو ممكن يكون بدي يا عثمان؟ شو ممكن تطلب من واحد خاين؟ فرضني طلبت واحد مثلك شو ممكن يعطي غير الخيانة؟ احكي عثمان، شو فيك تعطي؟ اتركني رجع آغا، ما أزيتك بشي أبدا، خليني روح. ما بصير، ما فيني أتركك. أنا في عندي مشكلة مع كل الخاينين بهالعالم، مع كل اللي بيطعنوا بالظهر وكل اللي بيخونوا والغدارين. عندي مشكلة كبيرة معهم، عم تفهم علي؟ أنا ما عملت لك شيء، ما عملت أي شيء وما أزيتك بشيء أبدا. أنت بتنطر التعبان لحتى يعضك؟ تنطر يفضي سمه جواتك شيء؟ تنطر حتى تموت متسمم؟ ما بتنطر، محل ما بتشوفه بتهاجمه وبتمعسله راسه، بتنتهي الخيانة لما بتسيل سمه لجواته. شو لك عندي وبشو خنتك؟ اللي أنا بشو خنتك؟ ما خنتني لإلي، أنت خنت حقي، خنت الزلمة اللي طعماه خبز وملح. أنت تستاهل الموت يا عثمان، وبدك حرق كمان. أوصب راسه. لا لا خلاص خلاص، لا تقتلوني لا تقتلوني. الروح غالية ما هيك عثمان؟ اتركني، خليني عيش، بعمل شو ما بدك. شو ما بدي؟ ايه ايه شو ما بدك. ولازم اول علي؟ انا رجاء اغا، حضرة الضابط، في عندي واحد عنده حكي بده يقول لك اياه، يا ريت تجي تاخده. مين؟ جاي فورا. غسلوا له وشه لهالكلب وعطوه قميص نظيف، بلا ما يطلع هيك قدام الضابط. على راسي يا اغا. حسك عينك يعرف الضابط باللي صار هون، فهمت؟ فهمت فهمت. خدو. مساء الخير رجاء آغا. أهلا وسهلا حضرة الضابط، آسفين عزبناك بالجاي لهون، تفضل عود، الشاي جاهز، ما بتشرب؟ ماني جاي أقعد رجاء آغا. حضرتك عثمان؟ إيه أنا. أنا بعرفه لهالشاب لما كان صغير، ساوى دق ولدني وإجا حكالي، حكيت معه نصحته وأقنعته يسلم حاله، رح يحكي لك كل شي بيعرفه. عثمان بأمانتك. هجروح من شو؟ وقعت على الحصان. حصان مستوحش. متأكد انه هيك؟ امشي. تصبح على خير حضرة الضابط. تلاقي الخير.
غربتي.